يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. لو لم يبق من عمر الزمان إلا يوم لمد الله في عمر ذلك اليوم حتى يخرج الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. أنا أولى الناس بابن مريم. هل عرفنا ما بين محمد وعيسى؟ هل عرفنا ما بين محمد ومريم؟ هل عرفناهم أسرة واحدة؟ هل قدرناهم بيتا واحدا يذكر فيه اسم الله؟ هل شهدناهم وجوها لله تجلى بها إطلاقه وأشرقت بأنوارها آفاقه؟ كان لها من الناس في الولاء لها ولاؤه، وكان منها للناس رحمته وجزاؤه. سبحان الله، هل تلاقينا على إنسانية الله؟ هل تلاقينا على أعلام الله بلا تفرقة بين أعلامه، بلا إنكار على قيامه، بلا تعكير لصفو إنسانيته وبشريته وسلامه؟ هل دخلنا في السلم كافة؟ هل تواصينا على السلام بيننا حتى يحقق الله به السلام لنا باستلال السخائم من قلوبنا ونشر الكرامة فينا متابعة لمن برحمته يصطفينا وبتوليه يوالينا يقوم بمبانينا ومعانينا؟ يوم نجعل من أرضنا بنعمته جنة لنا ونتواجد عليها كلمات لله بأشجار باسقة في الأرض ثابتة جذورها في الأرض تغور وفروعها في السماء تطول تدور في الزمان دورات العصور لا تعرف القبور ولا تعرف النشور ولكنها تبني القبور وتهيئ للنشور من صنعها من خلقها من فعلها من قيامها من تكاثرها. لا تبتر ولا تشنأ، بل سلام في قيام وقيام في سلام. جنة الله ونار الله. إنكم يوم تطفئون نار الله بالأحقاد فيكم تزرعون جنة الله في أرض قيامكم لكم. وإن فعلتم فجنتان، جنة قيام تكسبونها بعملكم، وجنة رحمة توهبونها
من بارئكم